السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في يوم اثنين جديد. بعتذر على التأخير، تأخرت على حضراتكم شوية بس لظروف يعني خارجة عن إرادتي. يعني أخبار حضراتكم إيه من اليوم الاثنين اللي فات؟ الباثولوجي إيه الأخبار؟ أحب أسمع آرائكم في الحلقتين اللي فاتوا في كورس الباثولوجي، وإذا كنا هنكمل على نفس النهج ولا يعني في اقتراحات أخرى، وهل الباثولوجي بالطريقة دي ممكن يكون سهل علينا شوية، أو يعني سهل إن احنا نبتدي بقى نشوف حالات ونشوف شرايح، ولا لسه صعب؟ يعني يهمني رأيكم في هذه النقطة. يعني طبعا إن شاء الله الحلقة النهاردة برضو مهمة جدا استكمالا لما بدأناه. أتمنى من كل حد يسمعني من حضراتكم النهاردة ما سمعش الحلقات اللي فاتت يستمع وبرضو يراجع للحلقات اللي فاتت، لأن احنا بنبني على ما سبق. الباثولوجي موضوع ضخم وصعب، لكن بنحاول تبسيطه بشكل بسيط بشكل براكتيكال، بحيث يعني يلزق في الدماغ على طول، وانه دراسيا ان شاء الله الامور تبقى تحصلها سهل جدا. طيب الصوت كده شغال، الصوت واضح، انا لسه بنظم في السيت اب بتاع البروجرام، فربنا يخليك يا دكتورة سارة، أشكرك شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لجميع الأطباء. لسه واخد بالي من الشات حالا. احنا أول حلقة في الباثولوجي اتكلمنا عن النورمال هيستولوجي، وتاني حالة بدأنا نتكلم، تاني حلقة بدأنا نتكلم إن الباثولوجي ده عبارة عن تيومرز وعبارة عن انفلاميشن، وبدأنا ناخد اللي هو الانفلاماتوري درماتوباثولوجي، وبدأنا نشرح الباترنز المختلفة للباثولوجي ونعنون ليهم بس، وشوية شوية هتبدأ تعرف ان الموضوع بيبقى ميكسد الى حد كبير. التفنيد هدفه بس دراسيا في الاول، هدفه يعني ازاي يبقى عندك 3D imagination للديفرنت باترنز دي، بعد كده مخك هيتقبل ان انا الاقي 2 باترنز مع بعض، احيانا 3 باترنز مع بعض، وده بيبقى موجود في امراض كذا وامراض كذا وامراض كذا. لكن في البدايه علشان نكاتيجورايز اكيد ده هيبقى اوضح للفهم العام. انا هقول دايما في البدايات بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نبتدي مع بعض إن شاء الله الحلقة الثالثة من الدرماتوباثولوجي. أنا هشغل الباوربوينت حالا. مش عارف هو ليه مش شغال. يمكن في السيتنجز. ايوه كده اهو. كده الصورة واضحة. الحلقة الثالثة من الدرماتوباثولوجي،
والاجنده ستايل النهارده احنا هنتكلم على السورايسيفورم رياكشن، وهنتكلم على الكيس بريزنتيشن النهارده. يعني هنبدا ندمج الحالات الاكلينيكيه. هو الصوت واضح يا جماعه؟ في ناس بتشتكي ان الصوت مش واضح. هنبدا ندمج الحالات كلينيكال وباثولوجي، والمفاجاه كمان درموسكوبي. هنبدا ندمج بقى خلاص، انت من خلال فهمك اللي هو ال 3 دي لحقيقه الامراض كلينيكيا ودرموسكوبي وباثولوجي هنشوف ايه. النهارده هنبتدي ده باذن الله كتطبيق على الحالات بتاعتنا. معلش انا بكلمكم وانا مرهق شويه، لسه جاي من السفر يعني، فشويه شويه هبتدي ايه اصحصح مع حضراتكم كده. طيب دي تذكره لما سبق، تذكره لما سبق. اول سلايد برجع افكرك واقول لك احنا بنبص على شريحه الباثولوجي، بنحدد الباترن اللي انا شايفه، وبحدد الديستريبيوشن اوف انفلاميشن. يعني انا بجيب التو داتا دول، الباترن اوف انفلاميشن والديستريبيوشن، الباترن اوف رياكشن قصدي والديستريبيوشن اوف انفلاماتوري سيلز، بجيب الاثنين وببدا اعمل انتجريشن في دماغي علشان اوصل للتشخيص. دي اول حاجه. طيب ودي تذكره للتيشو رياكشن باترنز الموجوده برضو، احنا اتكلمنا في ده في محاضرات سابقه. اتكلمنا على لايكينويد، اتكلمنا يعني ايه سورايسيفورم، المعاني العامه بس، يعني ايه سبونجيوزس، يعني ايه فيزيكولوبولس، يعني ايه جرانيولوما، يعني ايه فاسكولر او فاسكولوباثيك رياكشن. ولما جينا نتكلم على الماينور تيشو رياكشن حسيت الناس اتلخبطت، فعلشان كده ساعتها قلت لك طب انسى وشويه هنبقى نرجع. فانا يعني برضو ده عرض سريع، واتكلمنا على الديستريبيوشن of inflammatory cells، وقلنا ممكن تبقى superficial perivascular، ممكن superficial and deep، ممكن periadenexal، وممكن panniculitis زي ما هي الصورة موضحة. هنبدأ بقى النهاردة ندخل في المحاضرة بتاعتنا البروبر اللي هو psoriasiform pattern. يعني ايه psoriasiform pattern؟ ببساطة كده اكيد انت في بالك يعني شبه psoriasis، يعني واضح ان السورايسيس هو الجولدن تمبلت اوف ساتش جروب. برضه يعني ايه سورايسيفورم باترن؟ يعني معناه ابيديرمال هايبربليزيا ان ويتش الونجيشن اوف ريتي ريدجز يوجوالي اوكر ان ريجولار مانر. يعني الريتي ريدجز بتبقى ريجولار وفي ذا سيم ليفل تقريبا في الدربس، او ذا سيم ليفل اوف انفاجينيشن تقريبا، ذا سيم سيكنس اتش ديرمال بابيلا قد الثانيه، وبالتالي اتش ريتي ريدجز قد الثانيه، والموضوع ريجولار جدا وجميل، فده اللي هو اسمه السورايسيفورم باتر. احنا قلنا السورايسيز هو الجولدن اكزامبل للموضوع ده. طب والامثله الثانيه ايه الامراض الثانيه؟ انا حبيت اعدها لحضراتكم هنا، اللي هو الرايتر سيندروم، وفي عندنا البترياز السروبرا بيلاريز. البي ار بي يا جماعه، البي ار بي هي في المايند سيت بتاع النيو جينيريشنز للدرماتولوجيست اللي هو البليتليت ريتش بلازما، لكن للاسف البي ار بي دي ايامنا احنا لما نقعد نتكلم كده بي ار بي هو بترياز السروبرا بيلاريز. اللايكن سيمبلكس كرونيكس، تخيل الكرونيك اكزيما والسب اكيوت اكزيما بيبتدوا يسيبوا السبونجيوفورم باترن شويه ويبتدوا ممكن يتحولوا لسورايسيفورم باترن. انت متخيل الاوفرلاب بتاع الباثولوجي؟ احنا قلنا السبونجيوزس معناها الانترسيلولار اديما، وقلنا ان الجولدن اكزامبل للموضوع ده اللي هو الاكزيما، وقلنا ان انا عندي فيه الاكيوت اكزيما، ده طبعا المثال الواضح جدا، لكن في السب اكيوت شويه، او بلاش الساب اكيوت، في الكرونيك اكزيما لا، ده ماي ميمك السورايسيفورم باتر وماي ميمك سورايسيس، ونلاقي درماتوباثولوجي كونفليكت، هو دي سورايسيس ولا كرونيك اكزيما، والفروقات بينهم بتبقى طبعا دقيقه ومعروفه، لكن احيانا بنتلخبط. الام اف مايكوزس فانجايدز،
ده بيكون فيه سورايسي فورم باترن، بس مش سورايسي فورم باترن بس، وبيكون معاه لايكينويد باترن كمان او لايكينويد انفلتريت. مفيش انترفيس درماتيتس حقيقي لكن فيه لايكينويد انفلتريت وفي ات ذا سيم تايم سورايسي فورم باترن. الكرونيك كانديدايسيس والدرماتوفايتوزيس احيانا كتير بيميمك السورايسيس ايفن باثولوجيكالي. اللي حضر بورسعيد كام مش متذكر مين من اساتذتنا الافاضل، اعتقد يمكن استاذنا الدكتور عمرو زكي اللي لم تخن الذاكره، عرض حاله لا يختلف عليها اثنين ان هي بالمر سورايسيس او بالمو بلانتر سورايسيس، يعني كلينيكالي شبه السورايسيس تمام، لكن في الحقيقه طلعت كرونيك فانجال انفكشن، طلعت درماتو فايتوزيس. انت متخيل؟ وساعتها انا يمكن علقت على الحاله وقلت له على فكره يا استاذنا في حاجه اسمها ترايكو فايتون روبرام سندروم او المتلازمه بتاعه ترايكو فايتون ده، واحيانا بيميمك كلينيكالي السورايسيس، مش كده بس ده باثولوجيكالي كمان، يعني بالباثولوجي ممكن نقول عليه سورايسيس، وكمان ده ممكن تلاقي نيوتروفيل انفلتريشن في الباثولوجي زي ما هنتكلم عن السورايسيس دلوقتي اللي هو بيجي برضو مع السورايسيس. النرويجيان سكيبس، البافن ديسيز، والنيكروليتيك اريثيماز بشكل عام. للي متابعني انا كنت عرضت حاله اكرا النيكروليتيك اريثيما من فتره كده، وعرضت الكلينيكال بتاعها وقلنا ان هو ممكن يخطئك في السورايسيس، والباثولوجي بتاعها قلنا في سورايسي فورم باترن وقتها للي متابع، بس في فروقات ويعني عرضنا الفروقات في وقتها فمش هقول دلوقتي عشان ما نلخبطش الناس. طيب نكمل. كلام جميل. باللو باور دي انا هشوف ايه؟ هتشوف بقى انا هبتدي اشغل بقى اللي هو الماوس معايا يا جماعه، الناس اللي بتشغل الكاميرا رجاء رجاء. طيب مش عارف نبهت في الموضوع ده كتير. بصوا في ريتي ريدجز اهي نازله وتقريبا بص ذا سيم ليفل، يعني انت تقدر تاخد خط كده ايميجينري لاين تقريبا ما بين كل الحاجات دي تقريبا. ما يجيش واحد بيقول لي ده نازله قوي، لا دي هير فوليك، دي هير فوليك تمام، لكن كل الريتي ريدجز بص تو ذا سيم ليفل. يبقى بالباور دي لما اجي اكومنت هقول ايه؟ مش مطلوب منك تكومنت على حاجه انت مش شايفها على فكره، يعني في الباثولوجي وفي الدرموسكوبي وفي الكلينيكال درماتولوجي الثلاث حاجات دول اوعى تقول حاجه انت مش شايفها. في ناس كده اللي هم ايه يجي بيحط الدايجنوزس بالشبه، هو بيقول لك دي شبه اللايك، هو اتعود وطريقته كده. نقول له طب اوصف كده، يقعد يوصف الكلام اللي في كتاب، يا عم اوصف اللي انت شايفه يا عم، يقول لك فلات بوليجونال فايوليشس بروريتك. بروريتك هو بروريتك ده وصف، ده سيمتوم. يعني ايه الشاهد من الموضوع؟ يعني حاول تخلي عينك تقرا اللي تشوفه، حتى لو انت مش شايف بوضوح خلي السينيور دكتور يوريك، ولا لو انت مش شايف ما تقتنعش. فانت على الباور دي كل اللي انا شايفه ايه؟ ولا حاجه. شايف هايبربليزيا للإبيدرمس، وشايف ان الريتي ريدجز نازله تو ذا سيم ليفل، يعني اقدر اقول ان في سورايسي فورم باترن ان إبيدرمس، ده اللي اقدر اقوله فقط. برضو بمستوى عيني كده شايف شويه زرقان هنا اهو موجود في الدرمس من فوق، شويه زرقان بس منطور بعيد عن بعضه، فاتوقع انه يبقى سوبرفيشال بيريفاسكولار انفلتريت. طب الانفلتريت ده اتوقع انه ايه؟ ممكن اقول كده اجمالا لينفوسيتك، لكن برضو لازم اقرب المنظر شويه. طب اديني قربت لحضرتك، يعني بالباور دي هتشوف ايه؟ هتقول ده في ابيديرمال هايبربليزيا واضحه جدا اهو يا دكتور نوح، والريتي ريدجز تقريبا تو ذا سيم ليفل معايا، كلام واضح يعني. في حد موقفني بيقول لي لحظة يا دكتور، أول شيء نعرف شكل الهيستوباثولوجي للسورايسيس حتى نكون معك. لا أنت هتكون معايا زي ما بشرح كده، أنا مش هألقن
مش هقول لك ان السورايسيس في باراكيراتوزس ومونرو مايكرو ابسيسز والسبونجيوفورم باستيول اوف كوجوج وسوبرفيشال بيريفاسكولار ليمفوسيتيك انفيلتريت وممكن الاقي في الايرلي ليجن سبون. لا انا مش هقولك، انا دلوقتي شرحت لك، انا بديك السناره اللي تفهم بيها الباثولوجي، وشرحنا يعني ايه رياكتيف باترن، وانا دلوقتي بشرح الرياكتيف باترن بتاع السورايسي فورم بشرحه، وبشرح على هامشه الايدل الايدول بتاعه او الاكزامبل بتاعه اللي هو السورايسيس. خليك معايا واحده واحده، ما تتلخبطش يعني، واحده واحده يا رن، تلخبطيش اهو من بعيد اهو. احنا قلنا يعني ايه سورايسي فورم باتر؟ يعني ابيديرمال هايبربليزيا ان اريجولر مانر بالباور دي. خلاص ده الباترن، ده الباترن على فكره هو تعريفه برسيكد. بعدين انا بقول لك، انا بقول لك من خلال الباور دي انا شايف شويه زرق هنا، يبقى ممكن اتوقع ان في سوبرفيشال بريفاسكولار انفيلتريت. كلام سو سيمبل، ليه سوبرفيشال؟ لانه في المنطقه دي. طيب بعدين عملت هاي باور، عملت العدسه ال20، هبتدي اشوف ايه؟ هبتدي اشوف في واضح انه في اكانثوزس او ريجولار اكانثوزس او ريجولار ابيديرمال هايبربليزي، عشان المصطلحات للناس الجدد واضحه قوي قدامي. هيجي حد يقول لي الله ايه الفراغات دي، عشان بس ايه الناس تبقى معانا، الفراغات دي هي ديرمال بابيلي. ديرمال بابيلي يعني زي دي، زي دي بس مقطوعه بالشكل ده، لان احنا قلنا ان الجلد ده 3D، يعني الجلد مش طول وعرض، ده طول وعرض وعمق، فممكن ان السكشن مقطوع بالشكل ده. فكل القطاعات والفراغات دي للمبتدئ في الباثولوجي احيانا يحس ان هي كليفتنج انسايد ذا ابيديرمس، او يقول لك ده فيه كليفتنج شويه يا دكتور. لا مفيش كليفتنج ولا حاجه، كل دي ديرمال بابيلي زي دي اهي، بس القطعه جت هنا مقفوله، القطعه جت هنا مقفوله وهكذا. فانت ركز ان في هنا اكانثوزس. طب وايه رايك في الاستراتم كورنيوم فوق؟ هل الاستراتم كورنيوم ده طبيعي؟ لا، ده بيريتين النيوكلياي، يعني بدا يبقى ده اسمه ايه؟ باراكيراتوزس. مش بس كده، ان الباراكيراتوزس ده مش مجرد نيوكلياي، انت لو دقت النظر ده هي نيوكلياي زرقاء، وبعدين واضح ان في خلايا هنا كتير، خلايا صغيره وكانك راشش دايما. استاذنا الدكتور حسين يعلمنا كده، دكتور حسين حسب النبي يقول لك انا جايب شطه ورششها على الاكل في الجزء ده. ده ايه ده؟ ده نيوتروفيل، يعني انا كده شايف نيوتروفيل انفلتريشن موجوده في الطبقه السطحيه من الابيدرمس في الجزء ده وفي جزء تحته كمان. الجزء اللي فوق ده هنبدأ نسميه ايه؟ الناس اللي معايا اهو يقول لك ده مونرو، مونرو مايكرو ابسس. المونرو مايكرو ابسس هو الكولكشن اوف نيوتروفيلز سوبر امبوزنج كيراتينوسايتس فوق الكيراتينوسايتس. فين؟ في انهي منطقه تحديدا؟ في الاستراتم كورنيوم. يبقى المونرو مكانه هنا مطرح ما بشاور كده. امال اللي تحت ده اقول عليه ايه؟ مونرو برضو؟ لا مش هنقول عليه مونرو خالص. ايوه الناس اللي فاهمه بقى، قال لك ده سبونجيو فور باستيول اوف كوكوج. ايه الكلام المكلكع ده؟ واحده واحده. يعني ايه سبونجيو فور؟ بص للمنطقه دي، انا شغل السهم، بص شايف المنطقه دي كده؟ ايه ده؟ انا شايف ان الكاريتينوسايتس بعيده عن بعضها شويه، كان في خطوط بيضاء بين الخلايا، كان في ميه بين الخلايا، كان في انتر سيلولر اديما، اتس سبونجيوزس. يبقى انا عندي هنا ده كده اسمه سبونجيوزس اهو. وبعدين السبونجيوزس ده بدا تلاحظ في منطقه كده معينه مليان نيوتروفيلز فيه، والكيراتينوسايتس بدات ايه ترابشر جواه اهو، وبدا يبقى فيه سبيس، يبقى ده احنا بنسميه السبونجيوتيك باستيول او السبونجيوفورم باستيول اوف كوكوتش. يبقى على مستوى الباور اللي قدامي دي انا لا اتخيل شيء، انا ارى اشياء، والاشياء اللي اراها انا بقولها. انا شايف هنا ريتين اوف نيوكلياي في الاستراتام كورنيوم، this means باراكيراتوزس. I can see intercellular edema. ايه ده؟ ده سبونجيوزس. طب الحته دي سبونجيوزس وعليها نيوتروفيل، يبقى ده السبونجيوتيك form of pustule اللي احنا بنسميه الايه؟ الباستيول اوف كوجوج او السبونجيوفورم
باستيول اوف كوجوج. خلاص، طب انا شايف فوق خلايا كتير كده وموجوده، يبقى دي المونرو مايكرو ابسس. طب انا شايف الابيديرمس كله بدا يبقى ثيكند، يبقى ده الريجولار اكانثوزيس، يعني ده السوريسي فورم باتر. خلي بالك احنا هنا عندنا ميكس اوف تو باتر، بس انت مش حاسس، بنشربك الباثولوجي سنه سنه. انت عندك سوريسي فورم وسبونجوزيس الاثنين مع بعض. يبقى اذن انت هنا الكاتيجورايزيشن للباترن هدفها تعليمي، ومش كل باترن يجي لوحده، يعني مش لازم الاقي لايكن يبقى لايكن لوحده، لا، ممكن الاقي لايكنويد باترن ومعاه سوريسي فورم باترن، الاثنين في نفس السلايد. معايا كده اخوانا؟ نيرو بتقول لك ايه بقى؟ نيرو بشير تقول لك ال اس سي يا جامد، لايكن سيمبلكس كرونيكس على طول كده. يعني انا شايف مونرو وشايف كوكوج واقول ال اس سي علشان شويه سبونجوزس؟ لا، انا جاي هنا اصلح لك المفاهيم. بذمتك انت عمرك قريت في كتاب ان السورايسس في سبونجوزس؟ ده السورايسس هاف ولا هاز بقى سبونجوزس؟ يس، سورايسس يعني in many situations has سبونجوزس كتير كتير، اهو قدام حضرتك ولسه هتكلم، انا لسه ما خلصتش، ده كل دي بدايه. لكن في صلح مفاهيمك، الكتاب اللي انت بتذاكر منه جايب لك الموست بروميننت فيتشر، لكن مش لازم يقول لك سبونجوزس، يخاف يقولها لك لحسن تلخبط ما بين السورايسس والاكزيما. لكن السورايسس احيانا يبقى فيه سبونجوزس واحيانا كتير جدا، مش معنى ان هو سورايسي فورم ات بريكلودز سبونجوزس، لا. فركز والنبي. وعلى المستوى ده انت شايف هنا الليمفوسيتيك انفلتريشن حوالين البلاد فيزلز هنا برضو وسوبرفيش. طيب بص كده على السلايد دي، ايه رايك في ده؟ يعني يمكن الصوره دي اوقع. ده كده باراكيراتوزس اللي هو ريتيننج اوف نيوكلياي تبقى بلوش وبتبقى يعني بيسموها ايه؟ سلوت لايك، شبه السلوت كده وكده. طب دي هل دي نيوكلياي الجزء اللي انا بشاور عليه ده ولا ايه ده؟ ده نيوتروفيل اهو، ده نيوتروفيلز اهي، بس جايه فوق الاستراتام كورنيوم، وكل الجزء ده نيوتروفيل. ده اسمه مونرو، ده اسمه لسبونجيوتيك باستيول اوف كوكوتش. الناس بتلخبط، الناس احيانا بتحفظ الباثولوجي، ما تحفظوش، افهموا افهموا. لسبونجيو فورم باستيول اوف كوكوتش، ده احنا بنقول سبونجيو فورم يعني لازم يبقى في سبونجيوزس، يبقى موقعه من الاعراب هيبقى فين؟ يا اما في الاستراتم جرانيلوزم شويه، الاستراتم سباينوزم شويه ببساطه، لكن مش هلاقي الكوكوتش ده في استراتم بزال تحت، صعب الاقيه، ومش هلاقي في الاستراتم كورنيا فوق، صعب، هلاقي في الحته اللي في النص، علشان هو بيتمخض عنه سبونجوزس وبيبقى محاط بسبونجوزس زي ده كده اللي هو الانتر سيلولار اديما، صح؟ بتكتر قوي الاديما دي وتعمل فراغات، تعمل سليت لايك ومليانه بالنيوتروفيلز، يبقى ده اللي هو السبونجيوتيك باستيول اوف كوكوتش. لكن اللي فوق ده مونرو، يعني نيوتروفيل رشه الشطه دي على الاستراتم كورنيوم. الناس فاهمه ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ده السبونجيوزس بقى اهو، شايف الفرق بين يعني دي كده بريكل سيل لاير ودي بريكل سيل لاير وفي ميه بينهم. ده حتى الديزموزوم تقدر تشوف، علشان كده لما شافوا المنظر ده زمان سموا اللاير دي ايه؟ سباينس سيل لاير، علشان المنظر ده بس. طيب يبقى سورايسيس في سبونجوزس ولا ما فيهوش؟ فيه، بس مش ده اللي يطلع يعني في البدايه، بس فيه. طيب اللي احنا بنشرحه ده الكلاسيك سورايسيس او الويل استابليشد سورايسيس وما الى اخره، لكن وات اباوت ايرلي سورايسيس؟ في مصطلح في كتب الباثولوجي احيانا الناس بتقراه كده وتعدي عليه، يقول لك سكيرتنج بابيلا، والناس مش فاهمه يعني ايه سكيرتنج بابيلا، ويعني ايه كونسبت اوف سكيرتنج بابيلا. بابيلا اللي هي الديرمال بابيلا،
المشكلة في السورايسز، أنا هرجع كده بالسلايدز شوية. هنا كده ركزوا معايا في السلايد ده. يا دكتورة أمينة عامر، يس سبونجيوزيس موجود بس مش في الويل استابليشد ليجنز. السبونجيوزيس موجود in some clinical types of psoriasis على رأسها الايرلي سورايسيس. يبقى انا لو شفت سبونجيوزيس في سورايسيفورم باترن، يعني اتوقع انه يا اما ايرلي يا اما اريثروديرميك، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. لكن الويل استابليشد بقى اللي هي البلاك والكرونيك بلاك والسيلفر سكيل والكلام ده، لا ممكن ما تلاقيش سبونجوز بقى، مش هتلاقي. هتلاقي الخلايا من كتر ما بتتراكم فوق بعضها كومباكت، عفوا هتلاقي الباراكيراتوزس والاكنسوزس، مش هتشوف سبونجوزس قوي. لكن في سبونجوزس في السورايسيس، طبعا في، بس مش ده الحقيقه الاكيده او مش ده المهم قوي. يعني ركز بس معايا، هو السورايسيس لو افترضنا ان ده تيبيكال سورايسيس، وهو بالفعل تيبيكال سورايسيس، هو مشكله ابيدرمس في البدايه ولا مشكله درمس؟ ايه اللي بيحصل في الباثولوجي الاول كمشكله؟ هو الانجورجت كابيلاريز اللي بتبدا تتكون في الديرما البابيلي، اللي هي دي كده حضرتك، دي الديرما البابيلي، بتبدا تلاقي فيها الكابيلاريز وسعت وبقت دايليتد وتورشوس كابيلاريز، ويبدا يحصل الاكسوديشن منها، يطلع منها الانفلاماتوري انفلتريت اللي هو مين تحديدا؟ اللي هو الليمفوسايتس، ويكون معاها ايه كمان احيانا؟ النيوتروفيلز. وتبدا الانفلتريت ده يطلع من البابيلا دي هنا كده لفوق لفوق لفوق. فاول ما الليمفوسايتس تطلع وتدخل في الابيدرمس تعمل ايه؟ تعمل مصطلح في الباثولوجي كده بنسميه اكزوسايتوزس. والاكزوسايتوزس ده ممثل وبقوه مش في السورايسس بس، في الاكزيما، في الاكزيما اللي هو وجود الليمفوسايتس جوه الابيدرمس ويبقى معاها سبونجيوزس. طب الاسبونجيوسيس ده بيرسمبل ايه؟ بيرسمبل الانفلاماتوري ستيتس. الليمفوسايت طلعت وطلعت الانترليوكينز والسايتوكاينز وات ايفر، فبدا يحصل انفلاميشن في التيشو. انفلاميشن في التيشو يعني ايه؟ يعني هوتنس وسويلنج وتندرنس، اللي هو جوه الميكروسكوب تشوفه ايه؟ تشوفه سبونجيوسيس. فهو ده المفهوم بتاع السكيرتنج بابيلا، ان مشكله السورايسيس بتطلع من الدرمس ابتداء، ويطلع ان البلاد فيزلز تو بي دايليتد وتورتشوس واكسوديت، بيطلع منها ولينفوسايتس ونيوتروفيلز which do more and more inflammation, and this inflammation early manifested by spongiosis. So if I say to you psoriasis have spongiosis, yes, in early lesion. طب ازاي؟ هتقول لي الدرمال بابيلا سكيرتنج فينومينون او كونسبت اوف سكيرتنج بابيلا، ذا بروبلم اوريجينيت فروم بابيلا. البابيلا فيها دايليتد بلاد فيزلز، الدايليتد بلاد فيزلز بتطلع لي انفلاماتوري وايت بلاد سيلز. الوايت بلاد سيلز اللي هو مين؟ الليمفوسايتس. بتطلع للابيدرمس تعمل انفلاميشن، تعمل سبونجيوزس. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب علشان كده لما جيت اشرح لك الباترن قلت لك احنا بنبص على حاجتين، بنبص على الرياكشن بتاع النسيج، وبنبص على الانفلاماتوري انفلتريت موجود فين. عشان كده اكرمان ده حد كده عمده في الباثولوجي، يعني اكرمان يقول لك ايه؟ سورايسيفورم باترن فورمز ا ميجر سبسيت اوف بيريفاسكولار درماتايتس. ده هو عايز يقول لك ان السورايسيس ده مش مشكله ابيديرمس ابتداء هو مشكله درمس ومشكله انفلاميشن موجود في السوبرفيشال بيريفاسكولار انفلتريت. انت شايف الكلام؟ يبقى انا لما اجي اسالك اقول لك هو السورايسيس ده تقدر تكاتيجورايز السورايسيس اندر ويتش كاتيجوري في الباثولوجي او في الانفلاماتوري درماتوباثولوجي، تقول لي في سورايسيفورم باتر وفي سوبرفيشال بيريفاسكولار باتر او انفلتريت، او ما اعرف انك فاهم تمام كده.
يبقى ده this is the early lesion of psoriasis. ادي منظر اللي هو كرتوني يعني كرتونايزد كده عن السكيرتنج فينومينون اوف ديرمال بابيلي. اهو بابيلي اتنفخت مليانه بلاد فيزلز. البلاد فيزلز هتطلع ايه؟ هتطلع وايت بلاد سيلز، والوايت بلاد سيلز بقى بتطلع فوق زي ما انتم شايفين هنا كده اهو. خلاص هو عاملينها زرقاء يعني الدي اللي هو يعني ايه خلايا، وبتطلع تعمل بقى ايه، تعمل المشاكل اللي هتحصل في الجلد اللي هو بقى ايه سبونجوزس في البدايه، بعدين النيوتروفيلز تكتر قوي وتطلع فوق يبقى تعمل لي مونرو، تدنها في النص وتعمل سبونجوزس وكده يبقى سبونجيو فورم باستيول اوف جوكوج، ابدا الاقي الخلايا بتهايبر بلوريفريت فيبدا يبقى فيه الريجولار اكانسوزس وكل حقائق السورايسس. يبقى انت لو راجل فاهم جلدي او ست فاهمه جلدي لما اجي اقول لك الباثولوجي بتاع السورايسس وانت راجل بقى فاهم سمعت المحاضره دي وبدات ب 3 دي تبص للسقف كده عارف اللي هو ايه، لما تيجي تسال واحد تلاقيه بيبص للسقف كده يبدا يقول لك ايه، لا اوعى تصم اوعى تكر، انت فاهم حضرتك والله يا سعادتك انا بلاقي الديرمال بابيلي دي انجورجت باي بلاد فيزلز الاول وهو دي قص البلا. يعني ايه قص البلا يا عم؟ ده بعد كده يا فندم بقى بيحصل اللي هو البابيلي سكيرتنج فينومينون دي، ويبدا البلاد فيزلز ينتفخ ويطلع لي انفلاماتوري سيلز، ويبدا يبقى عندي باترن اوف سوبرفيشال بيريفاسكولار انفلاماتوري انفيلتريت مينلي اوف ليمفوسايتس وميبي اسوشيتد وذ نيوتروفيل، بعدين الانفلاماتوري انفلتريت يطلع على الابيديرمس يعمل لي المشاكل اللي بشوفها في الباثولوجي. ايه يا عم المشاكل اللي بشوفها؟ اول حاجه يا فندم في الايرلي ليجنز هبدا اشوف سبونجوزس ممكن اشوفه في الباثولوجي. الاقيه فاهم قوي، لو حد كلمني كده يا لهوي ده اكرمان بيكلمني، ده مش مجرد حد قرا كلمتين باثولوجي في الحته كده اللي في كتاب الجلد اللي بتذاكر منه. ده واحد فاهم، واحد عنده 3 دي ايماجينيشن. وبعدين النيوتروفيلز دي ممكن تتجمع بشكل قوي قوي وتعمل حاجه اسمها مونرو مايكرو ابسس في الاستراتام كورنيوم، ودي حاجه كاركترايزنج جدا للسورايس. وبعدين النيوتروفيلز دي ممكن تتجمع وتعمل الاسبونجيوتيك باستيول اوف كوكوج موجود في الاستراتام سباينوزم سعادتك او تحت الاستراتام كورنيوم. وبعدين حاله الانفلاميشن هيتبعها hyperproliferation، فلما يبقى well established lesion of psoriasis هبتدي الاقي psoriasiform pattern واضح قوي سعادتك. يعني في الايرلي ليجن هشوف psoriasiform؟ لا سعادتك، هشوف spongiosis بس، وهشوف يعني inflammation في الابر perivascular inflammatory infiltrate، وممكن الاقي شويه spongiosis مع شويه neutrophils كده موجوده وخلاص. حد فاهم؟ اوعى تحفظ، نصيحتي ليك والله نصيحتي ليك اوعى تحفظ. تحفظ ليه؟ افهم، هيسهل عليك تقوم تكتب مقالات بقى، تقوم تكتب مقالات. لا مش خيال علمي ولا حاجه راني، محتاج بس ولا خيال علمي ولا حاجه. طيب انا جايب لك ده، انا جايب لك المنظر ده، ده تصديقا بقى على كلامي، وكيتب لك انت هتقرأ ما ترى بالسلايد. هو انت شايف ايه؟ والله يا فندم انا شايف، تعال نجيبها من فوق لتحت، انا شايف هنا stratum corneum فيها bluish slit like كده the nuclei، يبقى شايف باراكيراتوس. اقوم بقى مكمل السؤال، طب الباراكيراتوس ده فوكال يا حمادة ولا all through؟ لا ده هنا ما فيش باراكيراتوس ولا هنا، ده واضح انه فوكال، يعني واضح انه حته او سيجمنت. طيب ماشي، الاستراتم جرانيولوزم وضعها ايه؟ دي موجوده، دي انتكت، ده هو طبقتين فوق بعض او ثلاث طبقات تقريبا زي ما شرحنا في النورمال هيستولوجي. طب ارجع كده والنبي، انا مش هكمل، انا هرجع كده. في الويل استابليشد، في الويل استابليشد سورايسز، نرجع اللقطة عشان نفهم ونرجع تاني، انا عامل زي مخرج السيما بجيب لورا وارجع لقدام. بص هنا كده على السيجمنت دي، معرفش السهم بيروح فين، بينام هو ولا ايه؟ شايف ده ايه ده؟ ده ستراتم سباينوزم،
اتس نوت ستراتم جرانيولوزم خالص، ومره واحده لقيت ستراتم كورنيوم فوقها. خلاص ده في قطاع كبير من الفيلد، يعني الستراتم جرانيولوزم، وهنا كمان كل دي ستراتم سباينوزم ومره واحده باراكيراتوزيس فوقها وفي شويه مونرو، وهنا شويه جرانيولار سيلر خفيفه بتنعدم مش موجوده، وكل ده بقى نيوتروفيل وباراكيراتوزيس. يبقى الويل استابليشد ليجن اوف سورايسيس وضع الجرانيولار سيلر فيها ايه؟ مش موجوده. هايبوجرانيولوزيس او اجرانيولوزيس احيانا يبقى ويل استابليشد. طب في المنظر اللي انا جايبه ده، ده الاستراتم جرانيولوزم اهي موجوده، يعني تفهم ايه؟ يعني تفهم ان ده early psoriasis، ده لسه الهايبر بولوريفريشن ستيت ما بقتش عنيفه لدرجه انها تعمل سورايسي فورم او تيست تيوب لايك، ده لسه الابيدرمس شايف انت عامل ازاي. الابيدرمس يعني لسه بيبتدي يتخن، بيبتدي سنه، وفي سبونجيوزس مظبوط، شايف الدايليتد بلاد فيزل اللي موجود في الديرم البابيلي، شايف، وشايف دي الليمفوسايتس، دي كده الليمفوسايت الحته الزرقاء دي، وبدات تقرب من الابيديرمس وبدا يبقى في سبونجيوزس. يبقى انا شايف دايليتد بلاد كابيلرز وسبونجيوزس وايرلي فوكال باراكيراتوزس والجرانولار سيل لاير ستيل انتاكت، وي ار ديلينج ويز ايرلي سورايس. يبقى السبونجيوزس موجود في السورايسز ولا لا؟ موجود. يبقى انا لو مش فاهم باثولوجي او بحفظ او بذاكر الامراض الجلديه، بفتح كتاب الكلينيكال بتاعنا ده اللي هو يطلع زي ما يطلع، واقرا الباثولوجي بتاعه بدون تمعن، واعرف ان الاسبونجوزيس ده حقيقه مميزه لايه؟ للاكزيما. فلما اجي انا بقى ذاكر سورايسز اركز قوي 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 يعني في الباراكيراتوزس، واركز في الاجرانيولوزس، واركز مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه، وممكن اجي اقول لك هو في اسبونجوزيس، تقول لي لا ازاي؟ لا يا عم شغل مخك، ممكن في الايرلي سورايسز والله نلاقي. هو اكيد في الويل استابليشد ممكن ما تلاقيهوش خالص يعني، لان السورايسي فورم باترن هو اللي هيطغى على هذا الامر، لكن ممكن تلاقي. وهل كل السورايسز سورايسز؟ طب وهو الكلينيكال دكتور، هو بعد العلاج كيف هيكون الهيستولوجي والهيستوباثولوجي؟ والله يا رانيا انك شاطر، انا بقى جايب لك ده النهارده، اتقالي بقى للاخر انا هعرض لك ده، هجيب لك الباثولوجي بعد ما العين بيخف بيبقى الشكل عامل ازاي، ايه اللي هيهدى وايه اللي هيدنه على وضعه، هنشوف، ما تستعجلش ادينا مع بعض. طيب وهل كلينيكالي كل حالات السورايسز شبه بعض؟ لا طبعا، انت عندك الكلاسيك سورايسز او سورايسز فالجاريس، وعندك الجاتيت، وعندك الاريثروديرمك، وعندك الباستولر. يا راجل ده الكلينيكال مختلف، فهل تتوقع ان الباثولوجي سيم؟ مستحيل يعني، هو بالعقل المجرد اكيد اكيد دي استحاله، ده شكل الليجن كلينيكالي مختلف تماما، فالباثولوجي اكيد هيبقى مختلف. بس ايه اختلافات ايه عن ايه؟ فانا جايب لك هنا الجاتيت سورايسز، الشاطر اللي يقول يعني، انا مش هشرح يعني، انا جايب الشرح بعدين، بس هل في حد شاطر يقدر يلقط من المنظر ده ما يوازي الكلينيكال؟ طب هو الكلينيكال بيقول ايه في الجاتيت سورايسز؟ الجاتيت انه هو all of sudden الى حد كبير الهيستوري بتاعه سريع، هو مش كرونيك قوي يعني، هي حاجة سريعة. يبقى هل هتوقع ان الاكنسوزيس يبقى قوي وواضح وريجولار وتست تيوب لايك يعني؟ اكيد لا. فانت شايف الابيدرميس اهو بيحاول يدخن، بيحاول يدخن في الحقيقة، بيجتهد يعني، بس لا مش تخين، مش. يبقى الأكانثوزس not well marked أو نقدر نقول mild ومش regular، it's not regular, it's not test tube. دي أول حاجة لاحظها بعين البسيطة. طب بعدين الباراكيراتوزس، أدي حتة هي فيها باراكيراتوزس وحتة لأ، يبقى الباراكيراتوزس it's focal. طب سبونجوزس، الناس اللي بتقول سبونجوزس، لان انت هتاخد الباثولوجي بتاع الجاتيت وهو as early as possible، لان هو acute status
او نقول سب اكيوت ستيتس، فهتلاقي فيها شويه سبونجوزس يعني، شويه مش هقول لك واضحه وصريحه بس تلاحظها يعني تشوفها، فممكن تشوف سبونجوز زي الفوسايدي يعني، واضح ان في انترسيلولار اديما سيكا كده زي الفوسايدي هنا اهي، سيكا سيكا يعني مش قوي يعني. سيكا ده مصطلح شعبوي بدا بصراحه يساعدنا في التدريس جدا، حاجه جميله خالص. الباراكيراتوزس موجوده بس مش بنفس القوه قوي يعني، في فروقات كده بين هنا وهنا، وساعات تبقى فوكال ما تبقاش. الانفلتريت يبقى عامل ازاي؟ يبقى كده كده كتير، لان هو دي اصل المشكله. احنا قلنا ان هو طالع من هنا وبعدين الانفلتريت ده هو اللي بيأثر على الابيدرمس عشان يغير من شكله. فيبقى احنا كده اتوقع من الشريحه دي جتيت يعني، لما نيجي نقرب اكتر فوساي كده من الاسبونجوزس شويه اهو، شايف الفوساي دي حتت كده ايه تحس فيها قديمه شويه. في شويه لينفوسايتس موجوده هنا اهي وبدات تدخل جوه الابيدرمس، وهي دي المسؤوله عن اهو عمال انا اشاور عليه، هي دي المسؤوله عن الاسبونجوز. وتلاقي الباراكيراتوزس فوكال كده مش اول ثرو. حتى الجرانيولار سيل لاير لسه شويه موجوده، مش هقول لك انعدمت او يعني، في ناس تقول لك هايبو معرفش ليه مع ان في طبقتين، بس انا لا، وعلى افتراض ان دي طبقه واحده فنقول انه ماشي ريلاتيف هايبو جرانيلوزس بس لسه موجوده. تروح امتى؟ في الويل استابليشد الويل استابليشد سورايس، باستولار سورايس. شايف الكلينيكال عامل ازاي؟ باستيول وكل باستيولاي قد كده اهو. فالباثولوجي بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ الابيدرمس ده هيتحول لبيج باستيول. بيج باستيول يعني ايه يا دكتور؟ اهو يا سيدي اهو، شوف كده مركز معايا، كل دي ستراتم كورنيوم اللي فوق دي. ولسه اللي يفهم بقى عنده السنس بتاع الباثولوجي يقول لك ده الاستراتم كورنيوم ستيل الباسكت ويف لسه موجود. عارف الباسكت ويف ده معناه ايه؟ معناه ان الحاله اول اوف سادن، ان ده سادن باستولر سورايس او دي نوفو او اكيوت او جاي كده بسرعه او جاي على غفله، مش جاي اللي هو ويل استابليشد يعني بليك واستادد باي باستيولز. لا مش المنظر ده يعني، انا من خلال الباثولوجي اقدر احكم على الكلينيكال. طب ازاي جايب الثقه دي منين يعني؟ يا سيدي من ده يعني، الاستراتم كورنيوم الجميل الرباني ده طبيعي للي خد الهيستولوجي معايا في الاول هيعرف ان ده اسمه باسكت ويف، باسكت ويف الطبيعي. ومره واحده لقينا بص بص بص، شايف السهم محوط على الباستيول اهو، شايف الباستيول، كل دي باستيول، كل دي عباره عن نيوتروفيلز مزاحمه وبتزاحم وبتكارك مع الكيراتينوسايتس وبتموتها. فالكيراتينوسايتس تبدا تتحول للحاجات اللي انت شايفها دي، الاجسام الايزينوفيلك دي الغريبه، وده فايبرين موجود وخلايا ميته وحاجات زي كده، وده سبكورنيال باستيول. السبكورنيال باستيول ده علشان في امراض كتيره في الباثولوجي وفي في الدرما فيها سبكورنيال باستيول، دايما تبص على البريفري هنا، عينك على البريفري تعرف ميه الباستيول ده ايه. هل الباستيول ده سبونجوزس زي ما انا عمال اشاور لك كده، ولا اكانثولايزس، ولا ديجنريتيف، ولا قصته ايه؟ ما هو كمان السبكورنيال باستيول مش بس سورايسس، ده في حاجات تانيه كتير، وانا جايب لكم حالات النهارده، حالات كلينيك. هنرجع للنقطة دي بعد كده وافكركم، بس ده الباستولار سورايس. ادي منظر تاني لشريحة تانية، شايف الاستراتم كورنيوم عامل ازاي؟ لسه ستيل باسكت ويف، ومرة واحدة بقى تحته فراغ كده وسبونجيوزس عجيب كده ومليان بالنيوتروفيلز. ادي النيوتروفيل اهي اهي، عشان بس مش عارف شكلها اهي، بتلاقيها لونها احمر وصغننة، خلية صغيرة وموجودة. وبقى هنا سبونجوزس موجود اهو. يبقى السبونجوزس موجود في السورايسز ولا مش موجود في السورايسز؟ انا ليه بركز على النقطة دي؟ لأنه كنت بسأل حد يعني زميل في القصة دي، فكان بيديناي وبشكل عجيب يعني، فبقول له ازاي ده في والله سبونجوزس، لا ده اكزيما، ازاي انت مش فاهم حاجة. ايه ده؟
بص الاستراتام كورنيوم، شايف الباسكت ويف؟ اذا لقيت باسكت ويف باترن في حاجه، وانا بقول لك الحاجه دي سورايسز، اتس اكيوت سورايسز. وانت مغمض كده بقى اكيوت، يطلع باستولار، يطلع اريثروديرميك، هو اكيوت، هي حاجه جت كده اذ فجاءه يعني. فانت شايف ايه هنا؟ شايف سبونجوزس برضو، ومش شايف اي سورايس فورم باترن في الحقيقه، مش شايف. اللي شايف يشوفني، شايف شويه انفلتريت موجود في السوبرفيشال بريفاسكولار انفلتريت اهو، وبعدين الابيديرمس تخانه عاديه يعني، مش تخين قوي يعني، ما فيهوش حاجه اصلا. ولو عايز تقول في يعني اكانثوزس، قول فيري مايلد او تريفيال. وفي سبونجوزس والديرمال بابيل اهي، مين اللي بيقول لك نو ديرمال بابيل؟ اهي راني اهي الحته دي كده اسمها ديرمال بابيل، ودي والبلاد فيزل دايليتد اهو، وطالع من الليمفوسايتس اهي اهي كل دي، وبعدين قربت على الابيديرمس فبقى في سبونجوزس، وبعدين الاستراتام كورنيوم هتبتدي تتحول لباراكيراتوزس، يعني فصاي كده اوف باراكيراتوزس. يبقى احنا قدام حاله ايه؟ اريثرو ديرميك سورايس. طب اشوفه بالباثولوجي ازاي؟ سوبرفيشال بيريفاسكولار انفلتريت، سبونجوزس، شويه فصاي اوف باراكيراتوزس اللي فوق دول هم اللي بيقولوا لي ان ده سورايسز على فكره، لانه ممكن ما لا اجزم انه سورايسز اصلا. ممكن اقول لك لا ده سب اكيوت درماتيتس ومفيش ما يمنع. انت معايا؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ سنه سنه هنربط المعلومات دي ببعض اهو. يعني امينه اللي لسه بقول، امينه عامر اهو بتقول لك ليه مش اكزيما؟ يعني كلام منطقي جدا. انا لسه بقول والله من قبل ما اشوف سؤالك، يعني هو انا ايه اللي يعرفني ان ده سوريس؟ شويه الفصاي بتاعت الباراكيراتوزيس دي، سنه الفصاي، واذ لربما تكون ملغيه دي، ما اقدرش اقول لك لا، ما اقدرش اجيبها كشريحه في معرض تعليمي واقول لك ده اريثروديرميك سورايس، لا ما اقدرش اقول. اما ممكن تطلع سب اكيوت اكزيما، وهو نفس الشكل ده في السب اكيوت اكزيما. تمام، مين اللي كان بيقول لي يا حلوين السورايسز لما يخف يبقى الباثولوجي بتاعه ايه؟ اهو حتى ده جبته لك. طب ازاي بقى؟ بص، في باراكيراتوزيس فوق ولا مفيش؟ ركز على الكورنر اليمين كده هتلاقي، انا بس مش عارف امشي عشان صورتي انا شخصيا طالعه في الفيديو هنا في الحته دي، لكن اهو السهم هنا اهو حاجات زرقاء وسلوت لايك كده، يبقى في باراكيراتوز. طب باراكيراتوزيس وبعدين الاستراتام كورنيوم يرجع باسكت ويف؟ بيرجع للنورمال يعني بيخف، فبدا الباسكت ويف يظهر تاني فيبقى العين بيخف. طب ده انا شايف يا دكتور الريتي ريدجز اهي نازله، وبعدين يعني ريجولر شويه الى حد ما، بس الابيديرمس رجع ايه؟ صغر تاني، يعني ما رجعش بقى في اكانسوزيس عنيف، يعني تتوقع ان كان في اكانسوزيس وبيخف. مظبوط. طب ده لسه يا دكتور التورشوس بلاد فيزلز هنا اهي شايفينها وموجوده، ولسه في انفلاماتوري انفلتريت بس بيسبسايد بيخف شويه. انت ممكن تتخيل المنظر ده، تتخيله ان دي السكيرتنج الديرمال بابيل سكيرتنج اللي انا لسه قايل عليه، خلاص ممكن تتخيلها ان دي دايليتد بلاد فيزلز وطالع منها الانفلاماتوري انفلتريت وفوق منها سبونجوتيك فوساي، ممكن تتخيلها كده، ممكن تتخيل. بس هو اول اوفر ان السكشن ده بي دينوت ريزولفد سورايسز. يعني الديرمال مابيلي يا دكتور واسعه ولا مش واسعه؟ لا هي مش واسعه، مفيش وسع بينها وبين اختها، ده على حسب قوه التكبير وعلى حسب انت واخد منين وعلى حسب ده نورمال ولا ده ولا باثولوجي. يعني احنا في باثولوجي مش في هيستولوجي. معايا؟ طيب انا قبل ما انقل بقى على حاجه ثانيه، انا عايز اسمب اللي انا قلته ده، وعايز الناس تبتدي تفهم ب 3 دي، تفهم بثلاثي الابعاد. ما تحفظ اللي انا اقدر اقوله لك في اللحظه اللي احنا فيها دي، والنبي ما تحفظ، الموضوع مش مستاهل حفظ، هو عايز فهم وقراءه مستنيره. عارف القراءه الرشيده بتاعت سنه اولى ابتدائي؟ المعنى جميل، القراءه الرشيده تقرا بالراحه، تقرا تفهم،
بلاش والنبي بلو 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 بلو، بلاش هو الباثولوجي بتاع السوريسيس بلو بلو، الناس بتجيبه من فوق لتحت. لا، انت النهارده بدأت تفهم انه من تحت لفوق، من تحت لفوق، هتبتدي تفتكر الديرمال سكيرتنج بابيل دي فينومينون، وتبدأ تقول ان العمليه من تحت في انفلاميشن، والانفلاميشن بيطلع لفوق، ولو في ايرلي ليجنز ممكن الاقي سبونجوزز، بعدين في الويل استابليشد هلاقي السوريسي فورم باترن اتكون، والنيوتروفيل اللي بتطلع من تحت تروح فوق تعمل مونرو وتعمل الباستيول اوف كوجوج وهكذا. طيب المثال الثاني البي ار بي، البي ار بي يا جماعه البي ار بي بتاعتنا مش بتاعت ماشي. البي ار بي ده مرض مظلوم معانا، وبيحصل له اندر دايجنوزس من وجهه نظري، يعني ما بتشخص مظبوط. معظم الحالات يا بتتشخص سورايسز يا بتتشخص اتوبي. انا شخصيا ساعات بغلط في الحالات دي كتير، واقعد اقول عليها ده سورايسز وبعدين اكتشف ان هي بي ار بي. البي ار بي هو مرض واحد من البابلوس كويمس، للناس اللي مذاكره، بيبتدي بإريثيميتاس باتش، بتبقى عبارة عن فوليكولر بابيول، يعني الإصابة المبدئية أو البرايمري ليجن نقدر نقول إيه سكيلي فوليكولر بابيول، وبعدين بتكواليز مع بعض، يعني تتجمع وتعمل إريثيميتاس باتش، وأحيانا الباتشز دي بتلحم مع بعض وتعمل أبطو إريثروديرم. المريض ده بيتميز بحاجتين أنا جبت لك صورتهم، الفوليكولر بابيوليشن ده اللي هو الصورة اللي في التابلت الكبير، الموبايل الصغير تلاقي الإريسيما واضحة وفي نورمال سكين، بيسموه نورمال ايلاندز اوف ذا سكين، وطبعا بيبقى معاه اسوشيشن معاه بالمو بلانتر كيراتوديرما، وده واحد من ضمن الحاجات اللي تعرضنا ليها في محاضرة سابقة، وارجع لليوتيوب، البالمو بلانتر ابروتش تو بالمو بلانتر كيراتوديرما it's not a diagnosis it's reactive pattern which encompass a large group of disorders either genetic inherited او acquired، والبي ار بي واحد من ضمن الاكوايرد. البي ار بي خمس انواع دايما نحفظهم كده، تايب 1 ده كلاسيك ادلت، تايب 2 ده اتيبيكال ادلت سهله، تايب 3 كلاسيك تشايلد اللي هو الكلاسيك جوفينايل، تايب 5 اتيبيكال جوفينايل، ورقم 4 ده السيركمسكرايب اللي في النص. الاتيبيكال عفوا الكلاسيك ادلت دايما بيجي فين؟ بيجي في النص الفوقاني، يعني تلاقي الباتشز والشغل ده بالنص الفوقاني، الطفل الجوفينايل بالنص التحتاني، الادلت اوف جود بروجنوزس الجوفينايل مش قوي، والاتيبيكال فورم مش قوي خالص، البروجنوزس بتاعها باد، لكن يمكن الكلاسيك ادلت افضلهم في البروجنوزس، لان هو ممكن يبقى سيلف ليميتد بعد سنتين او ثلاثه، بتبقى حاجات زي ما قلنا اريثيميتاس باتشز، احيانا تبقى اسوشيتد مع بالمو بلانتر كيراتوديرما، احيانا مع بتريزيس كابيتاي، بتريزيس كابيتاي، واحيانا بيبقى معاها نيل تشينجز، واحيانا اورال او ميوكوزال تشينجز. كالعاده الناس بدات ترسم، وكالعاده هفصل من الشرح عشان افصل واشيل اللي بيرسموه وبعدين اعطل الخاصيه دي. تمام، بس عجيبه قوي يا اخوانا، ما حدش فتح الكاميرا النهارده الا واحد بس، وايه اللي حصل؟ اللي حصل في الدنيا حاجه جميله خالص والله. يبقى دي انواع دي الكلينيكال تايبس، مراجعه سريعه ليها يعني للبي ار بي. طيب هو اللي يهمنا احنا بتوع باثولوجي بس، برضو شويه كلينيكال عشان الناس تبقى فاهمه. البي ار بي ممكن يجي بالمنظر دي تكست بوكس، ما كانش عندي وقت اجيب من حالاتي في الحقيقه، فاستسهلت وجبت من التكست بوك. الطفل شايف بتلاقي بس نورمال ايلاندز اوف سكين جوه كده، والبالم والسول بيبقوا افكتد، واللون كمان بيبقى مميز ان هو مش اريثيميتس، بيبقى اورنج كالرد تو اريثيميتس، لون البرتقانه شويه. ادي يا سيدي اللو باور بتاع البي ار بي، انت شايف ايه من بعيد كده؟ من بعيد اقول لك ده شبه السورايسس، وممكن ناس كتير تغلط ويقول لك شبه السورايس، وهو سورايس فورم باترن، وده سبب شرحنا ليه النهارده. طيب وبعدين، بس اوعى تتخيل شيء ما انتش شايفه. يبقى انا شايف ايه؟ سورايسي فورم باترن. طيب وشايف ايه تاني؟
هو ده برا كيراتوزس ولا أورسو كيراتوزس؟ في هايبر كيراتوزس كتير، بس يبقى فيه هنا إيه؟ شايف أنت القصة دي؟ يبقى فيه فوكال برا كيراتوزس. لو عينك تجيبها، عينك ما جابتهاش، لو عينك ما جابتهاش هعذرك، هنجيب في السلايد اللي بعده. في فوكال هايبر جرانيولوزس هنا اهو، في الجزء ده وفي الجزء ده وفي الجزء ده، باين قوي يعني. عينك كده تبدا بقى تاخد شوي، ما اعرفش انا، في شويه ناس بتتكلم في الشارع عاملين لي طيب. يبقى في فوكال هايبر جرانيلوزس هنا وهنا بالسهل، والباقي ما فيش. والستراتم كورنيوم تخينه، يعني تقدر تقول في هايبر كيراتوزس. الناس اللي بتقول سبونجيوزس والله عندهم حق، خفيفه كده تريفيال. الريدي ريدجز دي برود ريدي ريدجز، يعني بص واسعه، يعني شايف دي حاجه مميزه للبي ار بي، يعني تحس الريدي ريدجز نازله، مش نازله كده، لا نازله على واسعه كده. وفي سوبرفيشال بريفاسكولار انفلتريت، يعني شبه السورايسز ولا مش شبه السورايسز؟ شبه السورايسز. بص ده الهايبر جرانيولوزس اهو، واضح قوي، ودي فوكال، وده الباراكيراتوزس موجود هنا اهو، باين قوي. اظن بالباور دي تبدا تبان، بس واضح ان هو مش على وتيره واحده، مش متوازي قوي، يعني موجود بشكل قوي هنا، هنا مش موجود، هنا موجود. ومش بس كده، مش بالسيجمنت الطوليه، ده بالسيجمنت الطوليه والعرضيه، يعني الجزء ده فيه، الجزء اللي فوق ده ما فيهوش قوي، الجزء اللي تحت ده مش قوي، بعدين هنا موجود. يعني ده بنسميه ايه؟ شفت الشطرنج؟ مربع اسود، مربع ابيض، مربع اسود، مربع ابيض، عرضي وطولي، اللي احنا بنسميه ايه؟ احمد الشافعي بيقول لك تشيكر بورد، صح؟ تشيكر بورد، رقعه الشطرنج. فهو يعني اللي تخيل هذا المنظر قال لك ده رقعه شطرنج، حته سودة حته بيضة، حته سودة حته بيضة، ابيض اسود، كلها اسماء توصيفيه، تشيكر بورد. عايز تقول alternating parakeratosis horizontally and horizontally and اسمه ايه ده؟ axially and horizontally، ماشي. تشيكر بورد ماشي. شويه سبونجوزس خفيفه كده ما تضرش. هنا superficial perivascular infiltrate واضح قوي، وشايف البرود ريتي ريدجز، يعني الريتي ريدجز نازله بعرضها قوي. بس ادي البي ار بي، بس خلاص. يبقى احنا كده قلنا الباثولوجي بتاع البي ار بي. طب من بعيد كده، لو انا عايز اقول لك ايه الحاجات اللي تخليني اقول ده بي ار بي مش سورايسز من بعيد، هقول لك اول حاجه بس يمكن مش باينه قوي في الفيلد، يعني اللي هو الفوليكولار بلاجينج. لو لقيت حته هير فوليكل هلاقيها بلاجد بالكيراتين قوي، يعني الفوكال باراكيراتوزس اللي هو التشيكر بورد، البرود ريتي ريدجز اللي هي العريضه دي. في حته بقى مهمه قوي، قال لك ثيكند سوبرا بابيلاري بليت، فوق البابيلي هنا بتلاقي بليت تخين، يعني بتلاقي جوه فوقه ابيدرمس محترم، يعني على عكس السورايسس. السورايسس فوق البابيلي بيبقى ثند، وده سبب الايه؟ الاوسبيدز ساين كلينيكال، ان انت تيجي تكحت الجلد كده تلاقي الحته دي الصغننه دي اتقشطت والدرما البابيلي طلعت الدم، فبالتالي السوبرا بابيلاري ثيننج بيبقى واضح في السورايس. اما تلاقيه ثيكند هنا يبقى ده اكتر بي ار بي. كمان انا شايف سوبرفيشال بريفاسكولار انفلتريت، بس مش شايف الدايليتد الونجيتد تورشوس بلاد كابيلرز، دي مش موجوده. يبقى دي الفروقات ما بين الاثنين، وكلها فروقات انت شايف، يعني ده مهم قوي. احنا اتكلمنا على الباستولر سورايسس، مظبوط،
مظبوط، في حاجة اسمها السب كورنيال باستولار ديرماتوزس، وده مرض هتقروه على حسب المصنف، على حسب مين اللي عامل الكتب دي. في كتب هتلاقي حطاها بعد السورايسس، يعني وانت بتذاكر السورايسس كده تحت خالص ممكن تلاقي كاتب لك السب كورنيال باستولار ديرماتوزس، واغلب الكتب مش كاتبينه هنا، كاتبينه في البولس ديرماتوزيز، يقول لك احنا هنكتبه في البولس ديرماتوزيز تحت بعد البنفيكس كده. وكتب تانية مش كاتبه اصلا، بتقول لك ده ما فيش حاجه اسمها سب كورنيال باستولار ديرماتوزيز. انت متخيل الوضع؟ طيب الصوره دي انا جايبها من كتاب، وانا هعرض لك حاله، يبقى بدايه شغل الكلينيكال علشان الناس اللي هتنام، في ناس نامت كده. في ناس بتقول أنا مش فاهمة كتير، ممكن شوية تشرح بطريقة سهلة. أنا اتصدمت في الحقيقة، مش عايز أقول أسهل من كده يعني، والله مش عارف. طيب أنا سهل أكتر من كده إيه؟ أنا مش عارف. ماشي. طيب السب كورنيال باستولار ديرماتوزس، علشان الناس بس تبقى فاهماه، بيبقى عبارة عن باستيولز على اريثيماتس بيز، واحيانا الباستيولز دي بتفيد كده يعني ايه، بتسنترفيوج لبره وتلاقي الباتشة بتكبر معاك، وبتليف كراستيشنز او ثيك سكيلز أو thick scales. طيب إيه رأيك في الباثولوجي ده؟ اللي شاطر هيقول لي هو شايف إيه، أنا مش هقول. أنا مش هقول بقى. حد يقول إحنا شايفين إيه والنبي؟ والنبي علشان أحس إن شرح له قيمة، إيه اللي إحنا شايفينه ده؟ في ناس بتقول لك باسكت ويف اهو، يبقى واضح ان دي حاجه ايه، اول اوف سادن. ماشي، وايند ايه، وايند بلوم؟ لا يا عم، ايه ده الكتير ده، ده سب كورنيال، ايه ده، ده هو الاسم، الاسم مش محتاج شرح في الحقيقه. سب كورنيال باستولار ديرماتوزس، في الباثولوجي هلاقي سب كورنيال باستول، واضحه يعني. بس قال لك ايه بقى، يعني انت السب كورنيال باستول دي اهي مليانه نيوتروفيلز، وكل ده فايبرين عشان بس ما تتلخبطش، ونيوتروفيل نيوتروفيل نيوتروفيل موجوده، احيانا تلاقي شويه ايزونوفيل معاها، ده في الباثولوجي يعني. وبعدين الابيدرمس بقيته بقى كويسه حلو يعني، شويه نيوتروفيلز بس جوه هم، لكن كويس، ما فيهوش سبونجوزس قوي، ما فيهوش اكانثولايسز قوي، مش شايفين يعني، عادي طبيعي، ما فيهوش ابيدرمال هايبر بليزيا. ادي الباثولوجي بتاع السب كورنيال باستولار ديرماتوز ببساطه. وركز معايا بقى في المرض ده، انه في سب كورنيال باستيول مليانه بنيوتروفيل مينلي، واحيانا اسوشيتد ويز ايزونوفيل، وشكرا يعني. يا سلام، طب ايه اللي انت بتقوله ده دكتور نوح؟ طب انا عندي حاجات كتير تعمل كده، ده البولس امبيتايجو يا راجل بيعمل كده. طب الباستولار سورايسيس اللي انا لسه شارحه، ما هو كان شبه ده. بص بقى انا اعمل لك ايه، ده انا رجعتك فلاش باك فلاش باك فلاش باك، رجعتك للباستولار سورايسيس وجبت لك الباثولوجي بتاعه. بقى يا مؤمن في فرق يعني، هو في فروقات، في فروقات، في ناس بتقول لك الاي جي اي بنفيجس، في فروقات تقريبا ما فيش يعني، في الباثولوجي ما فيش الا فروقات بسيطه هذكرها لك على دلوقتي السلايد اللي جاي، ركز بس معايا، لان انا لو قلتها لك هتوه. ركز ركز، انت هنا ده المنظر ده قريب قوي من ده، ركز في ده وركز في ده، قريبين. سب كورنيال اللي هو الباسكت ويفا اهو، وتحته سب كورنيال باستيول كبيره ومليانه نيوتروفيلز، والابيدرمس تقريبا بقيته سليم. بس هنا في شويه سبونجيوزس. طب والسبونجيوزس ده يفرق؟ بص بقى، انا عملت لك هنا سلايد واسمه الهارد جيرني. الهارد جيرني يعني ايه الهارد جيرني؟
الناس بقى اللي هو ايه ممكن تتوه، تقول لك يا عم انت توهتني بالباثولوجي ده، ده هو شبه الباستولار سورايسيس والساب كورنيال باستولار درماتوزس شبهه والاي جي اي بيمفيجاس شبههم بالاتش اند اي، بالاتش اند اي ما جتش يمت الاميونوفلوريسنس، انا بتكلم باثولوجي اتش اند اي، ده زي ده زي ده. لما اجي اقول لك في الباثولوجي هتقول لي اه في ساب كورنيال باستيول، ساب كورنيال باستيول، ساب كورنيال باستيول. امال الفروقات في ايه؟ الفروقات في اللي انا جايبه لك على الجنب ده، هل انت شايف مايتوتيك فيجرز في الابيدرمس؟ هل شايف خلايا بتبروليفريت وبتحاول تعمل شويه اكنسوزس كده؟ هل شايف سبونجوزس؟ تفرق. يبقى لو في مايتوتيك فيجرز وفي سنه سبونجوزس ده بيفيفر ايه؟ بيفيفر سورايسس اكتر. طب هل عملت اميونوفلوريسنس ولقيته بوزيتيف؟ لو بوزيتيف انتر سيلولر ديبوزيشن للاي جي اي احنا بنتعامل مع ايه؟ مع اي جي اي بيمفيجس. طب هل في اكانثولايسيس شفته بعينك بالاتش اند اي؟ يبقى ده انت بتتعامل مع ايه؟ مع الاي جي اي بيمفيجس. يبقى الاربعه ايتمز دول اللي انا جايبهم على جنب هي النقاط الفارقه ما بين التلات امراض اللي شبه بعض دول، الباستولار سورايسيس، السب كورنيال باستولار درماتوزيز او درماتوزيس، والاي جي اي بينفيجاس، واللي فيه اوثرز كتير بيعتبر ان السب كورنيال باستولار درماتوزيس ده اتس نوت انتيتي اصلا، ان هو ريليتد الباستولار سورايسيس، يعني هو باستولار سورايسيس او ريليتد اصلا للاي جي اي بينفيجاس، واللي بيعتبروه سيبريت انتيتي قليلين على فكره، يعني اوثرز قليلين بيقول لك لا احنا في مرض اسمه كده سب كورنيال باستولار درماتوزيس. طب الحالة اللي أنا هعرضها لك دلوقتي، يا ترى هتسند هذا الطرح ولا هتنسفه؟ أنا من وجهة نظري هتنسفه. طب بص كده، دي حالة أنا برضو عرضتها قبل كده في الويبينار بتاع الديرما بلانت للي متابع، للي متابع وهيشوف الحالة دي هيعرفها. عرضناها أونلاين في أيام بقى الكورونا الله لا يرجعها يعني. وقلنا إن الطفل ده كان طفل 7 سنين، الطفل ده كان جاي لي من الصعيد على ما أذكر، وجاي لي أهله لفوا بيه خالص بقى 4 سنين، وكم العلاج اللي أخده كان كبير جدا، وإشي ستيرويد وإشي كالسينورين إنهيبيتورز وحاجات كتيرة جدا. ده الكلينيكال بتاعه، ده وش الولد وده قفاه أو ظهره أهو، وآدي كلوز أب شوية. أنت شايف يعني نقدر نقول إن في أنيولر باتشز شوية وفي بابيول وكان في باستيولز عند الولد ده، بس الباستيولز بتدراي وبتعمل لك منظر السكيلز دي. طب ادي الباثولوجي بتاعه، ده الباثولوجي بتاع الولد بالمايكروسكوب بتاعي اللي في عيادتي، ما كانش معايا الكاميرا اللي بتصور بالكبير دي فصورناها بالشكل ده. ده الباسكت ويف اللي عمالين نشرح فيه من الصبح ده، وده الساب كورنيال باستيول اهو، بس هو هنا مفلطح او عريض شويه لكن اهو ومليان ايه. طيب نكبر الصوره شويه، مليان نيوتروفيلز والاطراف هنا فيها ايه؟ الطرف ده مطرح ما انا بشاور شويه سبونجوزس، يعني تحس ان هو سبونجوتيك باستيول اوف كوكوج على كبير قوي، على كبير قوي. خلاص طب الحالة دي الحالة ايه؟ ده الولد بعد 21 يوم من الاسيترتين، ودي الصورة قبل وبعد 21 يوم من الاسيترتين، ودي الصورة قبل وبعد 21 يوم من الاسيترتين. في الحقيقة الطرح اللي انا طرحته ان ده كان سب كورنيال باستولار درماتوزس، رغم انه ما بيجيش في الاطفال قوي، لكن كلينيكال كان ده اكتر سب كورنيال، بس ده التوصيف الاكلينيكي اللي انا موجود عندي في الليترتشر. لكن هل هو يعني انا رايي بقى، رايي كاحمد نوح ماليش دعوه يعني، يعني الليترتشر هو ده، هو الصوره اللي انا عارضها دي. عفوا دي
ده الليتريتشر كلينيكالي، وارجع للليتريتشر واقرا. والباثولوجي بتاعه كان ماشي مع الباثولوجي بتاع السبكورنيال باستولار درماتوزس، فبدانا نحط التشخيص ان ده سبكورنيال باستولار درماتوزس. لكن انا في الحقيقه ما اديتش الدبس لان هو ده الفيرست لاين ثيرابي بتاعه، انا اديت الولد ده اسيترتين والولد اتحسن. فانت يعني انت عايز تقول يا دكتور نوح، انا عايز اقول لك ان هو فعلا السبكورنيال باستولار درماتوزس واضح ان هو جزء من الباستولار سوريس او سبيكترم منه او كلينيكال فورم منه، بدليل ان الولد اتحسن جدا مع الاسيترتين. وادي الصور قبل وبعد، فدي حاله كلينيكيه بنعرضها كويس. طيب هعرض حاله اخيره ونخلص النهارده الويبينار. كيس ستادي ديت بنت 31 سنه مدام، جات لي من المنصوره وجات لي بتقول لي يا دكتور انا بقالي تقريبا 15 شهر، يعني حسبهم لي كده، قاعده تحسبهم لي انا بدايه من شهر كذا بدات اهرش في الحته دي وبدات اهرش وبدات اروح لدكاتره. وعلى فكره البيشنت دي كانت نيرس، كانت ممرضه. لا الباثولوجي ما كانش فيه سورايسز، الباثولوجي انا عرضه لك يعني تقدر تقول باستولار سورايسز الحاله اللي فاتت، لكن مش كلاسيك سورايسز. هي البنت دي كانت ممرضه وبدات تاخد العلاجات بقى زي ما انا كاتب كده، توبيكال وسيستميك فورميوليشنز without any improvement. طيب كعادة المصريين ان هم بيوريك من تحت القميص كده، فانا ماشي معاك كرونولوجيكال، يعني البنت فعلا انا جبت لك الصورة وهي عاملة لي من تحت القميص بالمنظر ده، انت هتكتفي بهذا الامر اهو؟ يعني انا قمت مصورها هي بتشد لي الهدوم كده وبتشد لي الهدوم كده. في اللحظة دي قلت لها لا احنا هنجيب بقى النيرس بتاعتي انا وحضرتك، هنعمل ايه uncover the trunk ونبدأ نشوف ده الترنك بتاعها، يعني البنت دي بطنها ودي الشكل ده. فهو كلينيكال بقى، كلينيكال انا اقدر اقول ايه في الحالة دي كتوصيف وليس كتشخيص، يعني عايز توصيف جيد للحالة دي، حد يوصف كلينيكالي. حد يوصف يا جماعة؟ محدش عايز يوصف ليه؟ طيب احنا شايفين هنا annular patches وscaly a little bit scaly موجودة mainly في الترنك of a female 31 year old. لو انا قلت لك التوصيف ده هيجي في بالك differential ولا مش هتبقى عارف حاجة؟ لو جيت قلت لك annular scaly erythematous patch and plaque خلاص in the trunk of a female of 31 year old، انت هترد عليا تقول لي ايه؟ تقول لي ده معناه ايه؟ الناس بدأت تكتب، واحد يقول لك sub acute LE، دينا حامد كاتبه هو واحمد الشافعي ودكتورة أحلام بتقولك MF، وناس تقولك annular psoriasis، وناس تقولك يعني الكلام بدأ يبقى له شكل. طب لو أنا ما وصفتش لم أستطع التوصيف فهل سأستطع التشخيص؟ لا، يبقى إن حضرتك ما وصفتش ما ترى راجع نفسك، لازم توصف مظبوط مش هتوصل لحاجة. وعمر الشبه بالتشخيص بالشبه عمره ما يخلق طبيب جلدية ناجح. طيب ادي برضو الصورة من ورا، تمام. طيب ايه النكست ستيب في الحالة دي؟ انا عايز بقى نكست ستيب. انا عرضت لك هنا الكلينيك، هتعمل ايه بعد الكلينيكال؟ ايه الخطوة التانية اللي في عيادتك؟ ده مريض عندك في العيادة. ايوة دكتورة زينب بتقولك الدرموسكوب، الدرموسكوب. واحد بيقول الهيستوري، ما انا جبت لك الهيستوري يا دكتور، اما ما انا قلت ما عنديش هيستوري تاني والله، ما فيش هيدن سيناريو. فعلا اللي قالته البنت انا كتبته لحضرتك، فانت هتعمل ايه؟ انت معاك درموسكوب، ادي يا سيدي الدرموسكوب اهو.
وليه انا حاطط الدرموسكوب هنا؟ لانه له قيمه، له قيمه على فكره. فحد يقول لي هو شايف ايه في الدرموسكوب، ولو حد مش شايف حاجه يقول انا مش شايف حاجه. احنا شايفين هنا ايه في الدرموسكوب؟ ولا حاجه. انا شايف اريثيميتس باك جراوند، وشايف شويه سكيلز وشويه فاسكولار توتنج خفيف هنا اهو، بس يعني على واسع كده، ومش هوموجينس ولا حاجه، بس سيلفر سكيل، مش وايت سكيل، سيلفر سكيل وإريثيرسوم. هل الدرموسكوب هيقول لي ده ايه؟ هل انا بالدرموسكوبي هنا قدرت اوصل لكونكلوجن؟ لا. يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل باثولوجي. ادي الريبورت اللي انا كاتبه بخط ايدي كده، والسكرتارية الطبية عندي مشكورين بيكتبوه على الكمبيوتر. انا كاتب كده مالتيبل انيولر اريثيميتس بليكس with fine silver scales, some of those plaques intermingled together mainly on chest, abdomen and neck. ده الكلينيكال، وطبعا الداتا بتاعت البنت فوق انها 31 سنه وبتاع، وده الكلينيكال امبريشن بتاعي. اول حاجه حطيتها هو السب اكيوت ال اي، وده اللي انا قلقان منه، ده اللي انا قلقان منه يعني كلينيكالي. ده بنت وفيميل وبتاع. السورايسز ممكن يبقى شبه كده، انيولار سورايسز يا اخي. الإريثيما أنيولار محدش منكم جابها، والديسيمينيت التينيا سيرسيناتا، لأن إحنا بنشوف حالات كده كتير اللي هي تينيا إنكوجنيتو وديسيمينيتد وعمالة تحط ستيرويد، وممكن فلازم تحطها كبوسيبيليتي. طب ليه؟ علشان الراجل بتاع الباثولوجي يعمل إيه؟ يعمل بي إي إس ستين، البير أيوديك شيف، البي إي إس، عشان لو في سبورز أو هايفي تتصبغ. طيب الدرموسكوب ما يستبعدش حاجه خالص، بس هل ده يعني حاجه تقول لك ان الدرموسكوب مش مهم؟ لا مهم، ان انا حطيته ما شفتش حاجه. يعني هو هنا مهم، ما انا كان ممكن احط والاقي الفاسكولار دوتس واضحه جدا جدا وهوموجينس، واقول لك اه ده شكلها اكتر سورايسيس اسجست. هو مش علشان ما شفتش حاجة ما مش مهم، لكن هو كان مهم جدا طبعا. فاخدنا البانش بايوبسي، فدي الصورة بقى بالكاميرا بتاعتي، ودي صورة يعني بتاعتنا دي بتاعت المركز عندي يعني. فبقى انتوا شايفين ايه؟ انا مش هتكلم، انا مش هفتح بوق، انا عايز الناس توصف ما ترى، واوعى يتهيأ لك، انت شوف اللي انت شايفه قوله، وخدها من تحت لفوق عشان ما تتوهش، أو من فوق لتحت اللي يعجبك. فأنت هنا بقى شايف إيه حضرتك؟ باسكت ويف، ماشي. في ناس هتجيبها من فوق لتحت، بس أكيد ماشي. في ناس قالت لك انفلتريشن، انفلتريشن فين؟ خليك دقيق، حدد والنبي. أي مين نو سورايسيس إم إيه؟ لا استنوا كده بس. سوبرفيشال وديب، ايوه ايوه مصطفى ماهر بيقول لك انا شايف سوبرفيشال وديب. نرمين قالت لك دايليتد كابيلرز، ماشي كلام محترم. في واحد قال لك باراكيراتوزس، هي دي مش باراكيراتوزس على فكره بس ماشي. ناس قالت لك ديرمال، ديرمال ايه يعني؟ هو ايه اللي ديرمال في الحقيقه؟ بيري فاسكولار انفلتريت، دي مش باراكيراتوزس يا جماعه، لا دي ممكن تلاقي يعني هايبر جرانيولوتيك فوساي كده. لكن انت بص لهنا، انت شايف حاجه هنا؟ مش شايفين. فيسبونجوزس، ماشي كل ده كلام محترم. طيب الصبغه مش بتقول لك حاجه يعني؟ هو الدرمس ده والكولاجين ده كده طبيعي برضو حته كده، انا ما شرحتهاش بس حته كده يعني. الدرمس ده لونه كده ازرق مزرق شويه. طيب ماشي ماشي. طيب اللي بعده، انا هنا بقى عملت لك على الحته اللي ما بين الابيديرمس والدرمس هاي باور، انت شايف ايه؟ يعني ده كده ابيديرمس، وبعدين في اخره كده بدا يحصل حاجات، وهنا انفلاماتوري انفلتريت، وبدانا نشوف حاجات. المقطع ده كده في ايه؟ نيوتروفيل ايه بس؟ ركزوا، لا ده مش نيوتروفيل خالص. الجزء ده ديرمو ايبيديرمال جانكشن،
الديرمو ابيديرمال جانكشن ده طبيعي؟ ايوه كده، فاكولار ديجنريشن، الناس بدات تصحصح، قالت لك ده البيزل سيلير هنا منفخه، اهو اهو السهم ماشي منفخه ودايليتد وعليها سوبر امبوزد انفلاماتوري انفلتريت. يبقى احنا هنا قدام حاله ايه؟ فاكولار ديجنريشن في البيزل سيلير، وفي سوبرفيشال اند ديب بريفاسكولار انفلتريت. طب بص الصوره دي، دي صوره ايه؟ دي هنا بلاد فيزل اهو، وحواليه انفلاماتوري انفلتريت مين للينفوسايت. طب انا عرفت ان ده منين بلاد فيزل؟ يا اخي اللايننج اهو فلات اندوثيليوم، ده اللايننج اهو انا ماشي معاه، وجوه خلايا وبره خلايا وكلها لينفوسايتس، ودي الديرمال بابيلي، دي الديرمال بابيلي. يبقى انا هنا في الديرمال بابيلي وواضح ان في سوبرفيشال بريفاسكولار لينفوسيتيك انفلتريت، وواضح ان في فاكولار alteration في البيزل سيل لاير. ولو حد دقق النظر هنا ايه اللي انا بشاور عليه ده واقدر ارسمه؟ ده البيزمنت ممبرين بتاع البيزل سيل لاير اهو، شايف 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 اهو، يعني في ثيكند شويه هنا حتى باين هنا قوي، ثيكند بيزمنت ممبرين بتاع الابيدرمس بدا يبقى ثيكند اهو، شايف الجزء ده بدأ يبقى ثيكند للناس اللي عينيها مدربه شويه. واضح ان في فاكولار ارتريشن هنا في الجزء ده حتى على الاقل، في الخلايا بتبالون وبتدي جنريت. وبص بقى شايف المنظر ده، شايف المنظر ده، ده بتاع الميوسين ديبوزيشن. انا قلت لكم كده، هل شكل الديرمس ده طبيعي؟ تحس ان في انفلتريشن للميوسين، رغم ان احنا مش متاكدين، احنا بنقولها بالخبره كده، لان لون الدرمس على ازرق وباهت كده شويه، وهنا تحس ان في ميوسين ديبوزيشن اللي هو اللي عينه واخده على الاتش ان دي يقترحها. لكن علشان ناكدها بنقول ايه؟ لازم نصبغ بالالشيوم بلو. فاذا لما تجمع الداتا دي مع بعض وتقول انا عندي سوبرفيشال بيريفاسكولار اند ديب انفلاماتوري انفلتريت شويه، ده الانفلتريشن مش على قد فوق، ده نازل لتحت، ولو جبت لك الشريحه من تحت والبلاد فيزلز من تحت هتلاقي. يبقى انا بغششك اهو، في سوبرفيشال وفي ديب، وفي واضح ان فاكولال ارتريشن في البيزل سيل لاير اهو، حتى بالباور دي تشوفها، يعني بالباور دي تشوفها. لكن انا قربت لك شويه هنا وقلت لك هنا في المنطقه دي اهو في فاكولال ارتريشن، وبعدين جبت لك مثال للبلاد فيزل وحواليه الانفلتريت وللثيكند بيزمنت ممبرين، وبعدين هنا برضو صورة للبيسمنت ممبرين والميوسين ديبوزيشن واضح جدا. يبقى احنا قدام حالة ايه؟ قدام حالة سب اكيوت اللي يبقى من حالة بتوريك كده، وما انتش عارف ده ايه، لتشخيص حالة سب اكيوت اللي ايه. والتطور الطبيعي للحاجة الساقعة في الحالة دي انك تبص كلينيكال كويس وتوصف كلينيكال كويس، تقوم تحط السب اكيوت اللي ايه على قائمه احتمالاتك، تقوم تحط الدرموسكوب لعل وعسى تكون سورايسيس وانت غلطان فما تشوفش حاجه زي ما احنا ما شفناش حاجه، تقوم تقول لا ده انا هاخد للعيان ده وانت بكل ثقه هاخد له باثولوجي حاكم ال ال اي، لازم نشخصه على معايير اربعه: كلينيكال، باثولوجي، سيرولوجي، واميونوفلوريسس. لازم اربع حاجات في ال LE لما تيجي تشتغل LE وتبقى LE minded كده بالحالات، بتشتغل على معايير أربعة: كلينيكال بتوصف وتشوف وتوزع، سيرولوجي تطلب للعين سيرولوجي وعلى حسب نوع الكلينيكال، هو ديسكويد ولا مش هلاقي سيرولوجي، ولا سب أكيوت هلاقي سيرولوجي، أنتي رو أنتي لا، وممكن إيه إن إيه في 20% من الحاجات، ولا سيستميك ألاقي الأنتي سميث والأنتي دبل ستراند، والاميونوفلوريسنس علشان الاميونوفلوريسنس يوريني الاميونو رياكتنت في التيشوز، وقلنا اللي هو الايه، احنا قلنا السيرولوجي والكلينيكال والباثولوجي. يبقى سيرولوجي كلينيكال باثولوجي اميونوفلوريسنس، لازم تتحرك على معايير اربعه. احنا عندنا في مصر معضله شويه في الاميونوفلوريسنس، ما بنقولش. في حد شاطر قوي اسمه الدكتوره امينه عامر،
حد شاطر وبريليانت، يقول لك ايه؟ طب ليه مش ديسكويد ال اي؟ يعني انت صدعتنا وعمال تتكلم هنا اهو في الباثولوجي، والباثولوجي ده ممكن يبقى بتاع الديسكويد، انت شاطر. علشان كده لما بنيجي نعلق بالباثولوجي ما بنقولش ده سب اكيوت ولا ديسكويد ولا سيستميك، احنا بنقول ذيس از ا كيس اوف ال اي فول ستوب. يعني لو انا راجل باثولوجيست وبكتب الريبورت اكتب ذيس تشينجز كونسيستنت وذ لوبس اريثيماتوزس از ا دايجنوزس، يطلع بقى ديسكويد، يطلع سب اكيوت ال اي، يطلع سيستميك، يطلع زي ما يطلع على حسب الكلينيكال بتاعك والسيرولوجي بتاعك يا باشا. عشان كده بقول لك ال اي بتشتغل بيه ازاي، كلينيكال سيرولوجي باثولوجي اميونوفلوريسنس يا ريس. فما بنقولش بالباثولوجي ده ايه ويتش اوف ويتش، احنا بنحط الريبورت انه لوبس دي لوبس اريثيماتوزس ودي الحاله اللي انا بختم بيها النهارده، وضحكت عليكم جبت لك حاله من المحاضره اللي فاتت اللي هو الانترفيس ديرماتايتس، بشوف الناس لسه فاهمه ولا لا. انا بشكركم شكرا جزيلا، واعذروني على التأخير، واعذروني لو صوتي واطي النهاردة لأن احنا بنشوف حاجات كتير في الدنيا. فخليكم معانا على جروب التليجرام، المحاضرة دي انا هحاول ان شاء الله ارفعها، اتعشم انها تنزل كاملة بعد ما اقفل معاكم دلوقتي ونرفعها على اليوتيوب. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.